فأنا عندي حل واحد لهالموضوع. قال لي إيش هو؟ قلت له إذا نتنياهو يجي إن زارك أنت في الأليزي، وأنا دائما كان في الأليزي في له المدخل الرئيسي وفي مدخل الحديقة، فأنا مرات عديدة أدخل من مدخل الحديقة لأنه نجلس في الحديقة مع كذا رئيس فرنسي قبلها في علاقات صداقات شخصية، فكنا يعني نجلس جلسات مش بروتوكولية وأنا أجيك من الباب المعتاد، بس أنا مش خايف من الليكج من فرنسا، أنا خايف الليكج من نتنياهو، لأنه هاي طبعهم لازم يطلع، بيطلعونه جريدة كذا يكون هم شو اسمه. قال لي لا أنا بضمن لك إنه ما يطلع، لأنه بيجي عندي تصوير مقابلة رسمية مع الرئيس الفرنسي كذا كامل، وبعدين أنا باخذه على أني أنا بتحدث معه تيت تو تيت، فحتى المرافقين اللي معه ما عدا شخص واحد نحتاج لنودي معنا مستشار أو شيء عنده، وأنت تكون في الغرفة الثانية وتقابله. قلت له هذه أنا موافق عليها، وأيضا تقدر تناقش معه مشاكلكم بعد موضوع غزة وكذا. ففعلا تقابلنا مع نتنياهو بهالطريقة، وتم إلى الآن ما حد يعرف إنه في مقابلة تمت. هاي أول مرة. هاي أول مرة.